ستفرح هنالك خرق على حدود العراق الآن. الجيش التركي متوغل بأرض العراق. كل هاي النقاط أنا أتفق بها، لكن لما يطلع مصدر رسمي بحجم اللواء يحيى رسول ويقول إحنا استطعنا ونجحنا، أول شيء كانت أكو هدنة مع فصائل المقاومة، فتشو نجحت من الحد منها والآن هذه الهدنة انتهت. ليش متطرق بوجهة نظرك إلى استهداف الأمريكيين لمقار الحيج الشعبي؟ ما أنا قلت يعني أكو البعض هم يعملون لصالح أمريكا أكثر ما اللي يعملون لصالح، يعني اليوم القائد العام يعمل لصالح أمريكا أكثر من صالح. والله شوف ستفرح هسه أنا حتى لا زكي ولا أتهمه، لكن إحنا ننظر إلى الأفعال. نعم. الآن حدود العراق منتهكة، الأمريكان هسه ظاهريا يعبثون بعقول الناس، والبعض يعتقد أن وجود الأمريكي هو صمام أمان وعملية توازن، لأن هنالك نفوذ إيراني ولا بد أن يقابل النفوذ الأمريكي، وهنالك من يعتقد أنه تقاطع بالمصالح. هذا نتركه على صفحة، نبدأ بموضوع آخر واضح للعيان اللي هو التجاوزات التركية على حدود العراق. الآن فرقة مدرعة تحت حدود العراق من 25 يوم، 1000 مقاتل دخل مع 300 دبابة وآلية مدرعة بحدود العراق، مع 2500 سبقوهم، مع محطة استخباراتية مخابراتية بعمق العراق بمدى 220 كيلومتر في بعشيقة. وبالمقابل الجيش العراقي لاغي مدارس الحروب الجبلية اللي جندينا يقدر يتهيأ ويقاتل ويدافع ويصمد بالمناطق الجبلية. ما عندنا إمكانية للقتال بالمناطق الجبلية، لأنه بفضل نظام السيستم العسكري الآن الموجود لغيت مدرسة الحروب الجبلية. بكلمة واحدة سيادة العميد، ما يحدث شو توصفه بكلمة واحدة؟ والله أعتقد يعني لو قعدنا شهر صعب جدا، يعني ما يقدر نختزل. سوء إدارة، سوء تخطيط، خيانة، لا الوطن مبيوع. بس اسمع، أنا راح يعني أوصف بوصف أقبح ما موجود. أي؟ أقبح ما موجود، وهذا ما يطلق إلا على ربما حتى يعني هو بعد ماكو أدنى من عنده لقب، إنه خيانة للأمانة. خيانة للأمانة. يعني خيانة على ما اتمنوا عليه. طيب،